قدام شركة ألما 2018. مشيت تبعت الحشادة الطبية المسؤولة ديال الكراج في العلمات بنفسك. خاصني نخلص تبرير النقابة للنقابة الجداد. ديرين مليون ترزان دي مليون ترزان ديال النقابة الجداد. الجداد يدير مليون ديال النقابة الخير جديدة. مشيت تبعت الحشادة الطبية المسؤولة ديال الكراج في العلمات بنفسك. عملت في المسيك خدام تمايا دفعتها دفعتها الحشادة الطبية. عيطوا لي الناس الدراري قالوا لي انت وطني توقفتي. قلت لي معاش توقفت انا شحال دافع الحشادة الطبية دافع الحشادة الطبية وتوقفت. قالوا لي توقفتي. مشيت عند المدير ديال المسيك مشيت عند المدير ديال المسيك قال لي موقفت سير بحالاتك. قلت له انا موقفت عند المدير. قال لي موقف. قال لي غتشهد معايا غتعامل معايا واحد المعامله او ترجع تخدم. قلت له شي معامله. قال لي غتشهد لي جوج جرار جوج شافات تشهدهم ليا. قول لهم غتديو الدوزان وتديو الدوزان وبارات وشطاط وباشي. وهاد الناس وعطاوك وعطيتهم مليون ديال الترسان. انا قول لهم عطيتهم مليون ديال تبغى يرسموك. كان الناس ما عطيتوش مليون. قال لي عطيتيهم مليون ولا ما عطيتهمش ما غيرجعكش. النقابه النقابه الجداد دينين مليون ترسان دي مليون ترسام ديال النقابة الجداد. الجداد يدير مليون يعني النقابة دخل جديدة النقابة ديال الجديد. قلت اخويا الناس ما عطيتهم المليون للوالو. قال لي ما بغيتيش الله يسهل. قال لي غاتسيني واحد الكونترا غاتسينيها. قلت له مرحبا سينيت كونترا. هي ماشي كونترا استقالة استقالة. قال لي سيني الله يعاونك سينيت الاستقالة ديالك. هو ما قالش استقالة قال لي كونترا. قال لي كونترا هو ما قالش استقالة. قال لي استقالة ما غيسينيهاش. قال لي كونترا مشيت على حساب كونترا مشيت سينيتها. قال لي دابا سينيتي قلت لي سيني. قلت له انت ماشي نخدم. قال لي سير بحالاتك سيني تاع الاستقاله ديالك خرجتي من الخدمه. قلت له المدير ديال المسيك انا بغيت مقابله معاه المدير بغيت مقابله معاه. قلت له وحشومه عليك في الاخر ولي هاد ولي صيفط لي النقابه وليت تهديد النقابة تهدوا فيا تقولوا لي علاش ما تديرش ما تشهدش الفيزو الشافات غادي يدوا الدوزان. قلت ما تيدوش الدوزان عاد غيشهد لهم على السبب غيشهد لهم النقابة تيقولوا لي تستا علاش ما بقيتيش معنا حنا ما يوقفوش معاك. دابا البارح جعت لي الدار هزوني بالطوموبيل تهزوني كتفي غادي يلاه معنا نهضروا معاك. داوني بالفرقية
الفريق يجي الطاقسيات داوني لقيت بادر لقيت مدير داوني عند المدير من المسيك جيت لقيت المدير صدمت لقيت المدير طلعت برد قدام المدير جبد لي بريكا 10000 درهم قال لي قلت لي سعد المدير دير 10000 درهم قال لي بريني ما عطيتك انا الاستقاله قلت لي لا بنتي عطيتيني الاستقاله وقلت لي شهد بالشهد الشفات داروا قلت لي انا وفي الاخر قلت لي ما بغيتش نشهد ليه قال لي ما بغيتش تشهد ليا حاشا وجهكم عمو فمو دفال ودفال عليا قال لي سير بحال هاسك من الفرقيه جاو داوني النقابه وجابوا وجيت على رجليا من الخلا جيت مع الصلاه التراويح مورا التراويح هادشي كاين مورا هزوني من الدار هزوني من دارنا قالوا لي يلا معانا مشيت معاهم على حسب قالوا المدير غيرجعك تخدم وهادي مشيت على حسب الخدمه مشيت قال لي لا قال لي هاك بريكه وبريني المسؤوله ما عطيتيهاش الشهاده الطبيه بريها والمسؤوله الان تتعيط ليا ماشي بالمرتها بريفي تعيطوا لي بريفي والباح عيطوا لي النعاس عيطوا لي النقابه قالوا لي المدير الكبير قال لك سير عند المدير اللي من المسيك سيني ورقه وغادي تخدم انا قلت له غير سيني ورقه خاصني كونترا تجيني كونترا علاش غير سيني ورقه سيني ديال الحبس غادي نمشي للحبس يعطوني الحبس حتى النقص الكريساج خبت انا الكريساج خبت الكريساج تمايا الفرقه كلها علاش فرتوني تما علاش تما ما كاينش الكاميرات وكانوا تما الكاميرات غيتابع الكاميرات انايا انا غيتابع الكاميرات ما كاينش الكاميرات تمايا هذه الشكايه دفعتها للوكيل الملك دير فيها المدير ودير فيها النقابه تيجيو عندي للدار تيهدوا فيا تيقولوا لي قول النقابه الاولين هما يديرين لك الشيء النقابه الاولين ما عندي تعلاقه معاهم ما تيجيوش عندي سنه قبل قدام شكون تيجي عندي تيجي عندي النقابه الجداد قبل رمضان تيقولوا لينا يلا القهوه تجمعوا معنا القهوه ما الشركه ما عندهاش بيروات المدير الكبير الله يجازيه ديال الزجه ديال البيروات الشركه قداش هي ديال الشركه ديال دايره الشيء سميتو المدير سميتو ارمان ديال كل شيء المدير ديال ارمان الله يعمها دار دايرين عليه الشفاره دايرين عليه النقابه الجداد الشفاره دابا انت لا خدامين والمدير المسؤوله الشركه ما عندي حتى علاقه معها الشركه ما تضيعش الناس تعطيهم حقوقهم والمدير الكبير عاطي الحقوق العباد كلهم شركته غادي بسمعتو زوينه غادي بالسمعه ديالو زوينه الحمد لله المدير الكبير عنده سمعه زوينه ما تيتعداش على ولاد الناس عباد الله تعدوا عليا انا دابا اخر يوم وليد شات الطبل الديطاي نهار يجيب نهار ما تيجيبش وانا عندي خمس شهور ديال الكرا والديا ميتين ليا ام ميتين ليا الاب وبيت كاري في الدريسيه من 2000 من سميتهم من زينه المسيره وحنا كاريين في الدريسيه وفي الاخر غيخرج غيتحل الزنقه خوتي تيقولوا لي خلص معنا الكرا اذا ما خلصتيش معنا الكرا خرج بحال هاسك بعد ما غيبقاش يوكلوا يشربوا فوق فابور مع خوتي ولي علاش كتبعزي وليت مدلول شكون دلاني المدير من المسيك ويدلاني من المسيك والمسؤوله تتقول لي زبريني ما عطيتينيش الشهاده الطبيه انا عطيتها لعباد الله جيت لقيت المسؤول الشيف ديالي لقيتو مشى بحال هكا مع الجوج تيمشيو طلعت من المسيك طلعت الشهاده الطبيه حطيتها لها قالت لي حطها وسير ودابا تقول لي بريني ويدبر عليك قلت لها اختي ما غيبريكش تعطيوني 20 مليون انا سمعت الشركه ما غيطيحهاش سمعت الشركه غتبقى ديما مهزوزه الحمد لله عندي الفوق مسؤولي هزه محملي بغيت المسؤول الكبير يواجبني معاهم مع المدير من المسيك وهذه عطيتها شهاده طبيه بغيت يعيطوا لي عليها ويعيطوا على المدير ويعيطوا على النقابه كلهم يبركوني ويجيو واحد حقه بالنقابه خدم الفيده اذا خدم الفيده تيقول ما هذا السي وطني ما تعرفوش وهذاك ديال الفيدا يجبدوا من الوسط 1000 نقابي 1000 نقابي غيجبدوا من الوسط منهم وعندي كاميرا بالفيدا شاداني كاميرا في الكراج شاداني كيبارك معايا وعايز كيعمر فيا تيقول لي قول تيقول لهم انا السيد ما تعرفوش وطني ابغى يتهمني
واش عديت للدار عباد الله؟ جعديت للدار، جعديت للزنقه الدريسيه الاولى، الزنقه 42 جعديت للدار، جعديت للدار. انا مول الشركه ما يتوبغي يرجعني لخدمتي. انا طالب شي حاجه، الشركه ارما الله يعمها دار، شركه ارما عندها سمعه زوينه مهرسينها. تحب المهنه ديالك؟ تيحبها. انا حاجه وجوكم تيهز الزبل. انا فاش خرجت خدمت رضيت بيها. علاش راجل رضيت بالخدمة ديال الزبل؟ رضيت بها ما رضيتش بها من 2018 ويخرج غيخرج مارس. وانا طالب انا طالب المسؤول الكبير يرجع لي خدمته. الله يرحم والدين ديالكم والله يجازيكم.